لقائنا السادس دلوقتي هنتكلم فيه، نكمل فيه شغل الضمائر بتاعتنا والوظائف بتاعتها. احنا خدنا المبتدا واتفقنا الجمله الفعليه، الفاعل والمفعول، خلاص السفكس بروناون والديبندنت بروناون امتى يجوا؟ السفكس يجي او الضمير المتصل يجي مبتدا يجي فاعل، والضمير المتعلق يجي مفعول. لما جيت على الجمله الاسميه قلت ان المبتدا يجي لو متصل لازم يسبقه ايو، لو متعلق لازم يسبقه اداه ثمينه، الاداه المحشوره. خدنا منها نموذج هنشوفه واحنا بنشتغل نماذج تانية. المنفصل منفصل مفيش حاجه تسبقه. النهارده هكلم حضراتكم على انواع الخبر. قبل ما نكمل الوظيفة ده هيساعدنا، انواع الخبر، هو الخبر انواع؟ طبعا انواع الخبر. عندي الخبر ثلاث انواع: اسمي، جر ومجرور او صفه. دول الاساسيين عندي، خبر يكون اسمي او جر ومجرور او صفه بتعبر عنه. طيب اسمي لو قلت هو رجل، ايو اف المصري عمل حاجة غريبة، ايو اف ام اس هو رجل. طيب الايو ده محشورة والاف يعني هو. بص المصري عمل ايه؟ حط لي الام دي. الام دي لما جارنر او الناس اللي بيشتغلوا لغة حبوا يفكروا فيها ترجموها ترجمة غريبة قوي، ترجموها از وسموها بالانجليزي ام اوف بريديكيشن او ميم الخبرية بالعربي. بس كلمة از دي انا اسف ما اقدرش احطها. يبقى لو جاني الخبر اسمي مع الضمير المتصل احط ام وما ترجمهاش واقول عليها ميم الخبري، تفصل بين المبتدا. ليه ترجمتها؟ لان لو قلت هو رجل وحطيت الام بقت هي از از مان، هو كانه رجل يعني مش رجل. فالاز هنا دي الترجمه بتاعت الاجانب اللي احنا بنقول مش بتاعتنا احنا او ما بتظهرش معانا. يبقى دي اتجاه جر ومجرور. اقول نفس الجمله ايو اف ام بر ايو اف ام بر هو مبتدا في البيت جر ومجرور خبر. ملاحظين الام عمال العب بيها انا دلوقتي. النهارده واحنا بنختم كده هكتب لكم الام تبقى معناها ايه، الار الام معناها ايه، الار. الثلاث حروف دول مهمين قوي لانهم بيدوني استخدامات البروبوزيشن او حروف الجر. المبتدا او الخبر يجي صفه. لو انا جيت قلت الجمله دي الخبر الثالث، اسف، بسم الله، خبر النوع الثالث من خبر الصفر. لو انا جيت قلت ست ست نفرت، نفرت يعني جميل، نفرت جميله، نفرتيت الحلوه جايه، نفرتاري حلاوتهم، نفرت ده تعبير حلو كده. ست نفرت يعني سيده جميله، دي اصبحت صفة للست، عنديش فيها مشكلة. طب لو جيت قلبت الجملة قلت نفرت ست جمال المرأة أو جمال الصفة، هنا جت قبل الموصوف. يوم المصري يقول لك إذا جاءت الصفة قبل الموصوف بقت خبر صفة مقدم. طيب عاوز أنا أشيل ست اللي معناها امرأة وأخليها ضمير، يبقى نفرت هتبقى بالمناسبة ست، بس مش ست معناها امرأة، ست معناها الضمير المتعلق. يعني لو جات لي الصفة قبل الموصوف وعايز اجيب المبتدأ بتاعها، عايز اجيب المبتدأ بتاعها ضمير، هجيب الضمير المتعلق مش اي ضمير تاني. طيب لو انا عايز الخبر الصفة اجيبه في مكانه بعد المبتدأ استخدم ايه؟
استخدم الضمير المنفصل له. يعني الضمير المنفصل ده ضمير مية مية، ضمير محدش يجي ناحيته، ضمير محدش يجي ناحيته. الخبر جه قبل المبتدأ، لكن لو جيت قلت إنك إنك نفر، أنا جميل، أنا مبتدأ وجميل خبر، هنا مش صفة، هنا مش صفة. خبر وصفي أو خبر صفة. بس الاندبندنت بروناون خلاهولي ببساطة جدا ضمير، خلاهولي خبر صفة. طيب يبقى إذا أنا هنا درست المبتدأ والخبر، والخبر لو صفة يجي إمتى؟ طيب هل عندي حالة الخبر يجي قبل المبتدأ؟ قال لي آه. قال لي المصري القديم، المصري القديم حط لي أداة لطيفة قوي بتترسم المربع ده والسمان، اسمها بو، وبنقول عليها أول ما تشوف بو دي وأنت ماشي في الشارع، لو قابلتك بو على الناصية، أو قابلتك في الميكروبات، أو قابلتك وأنت راكب أوبر أو كريم أو تاكسي أو حاجة، أول ما تلاقي بو قول، اعمل السهم كده. اللي قبل بو خبر مقدم، واللي بعد بو بدل، وبو مبتدا مؤخر. طيب افكركم بجمله بنقولها في الكتب المقدسه، هقولها في جمله: انه انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا. شوف الجمله بالهيروغليفي بقى، لانها جت في الكتاب المقدس بالمناسبه، في الكتاب المقدس جت الجمله كده: انوك ب، دي في القبطي، انوك ب يوسف، بالهيروغليفي انك انا بو يوسف، اللي حبينا نسميها ايا كان جوزيف. لاحظتوا ايه ده؟ بو، امشي على القاعده، اللي قبل بو يبقى ايه؟ خبر مقدم، وبو مبتدا مؤخر، ويوسف او اللي بيجي بعدها بيبقى بدل منه. عارفين ليه؟ لان انا لو شلت بو بقيت ايه؟ انا يوسف، حطيت بو بقت بو بتحل، انه انا بقت بتحل محل بتحل محل انه انا، واسكت. لو انا شاورت عرفت قلت انه انا، انت فهمت ضمنها انها خالد، لكن لو قلت انه انا خالد اصبح خالد بدل من انه. فهنا الجمله دي مهمه جدا، وزي ما بقول لكم دي اللي ظهرت في النصوص القبطيه: انوك بي يوسف، انه انا يوسف، والايه حتى بتعبر عن المعنى. طيب لو انا عاوز بقى حاجه تانية، اتكلم على حروف الجر، لو عايز اتكلم على حروف الجر، ايه الضمير اللي يجي بعدين؟ يعني اقول اتكلمت مع محمد، اتكلمت مع ابراهيم، مع محمد مع ابراهيم مفيش فيها مشكله. بعديها اسم. طب لو قلت عايز اتكلمت معاه، قال لك بعد حروف الجر لا ياتي الا الضمير المتصل. اما اجي اقول جب اي حي نا اف، جد يعني ايه؟ يقول او يتكلم. اي يعني انا الفاعل، اتكلم انا، حين اف بالهيروغليفي حين معه، مع هو، مع حرف جر واف ضمير متصل، يبقى الضمير المتصل يجي بمعنى استخدام بعد حروف الجر. طيب اخر استخدام اكتب قبل، بس اعمل اخر استخدام الاول وبعدين نختم فيديو النهارده بكتابة حروف الجر واشكالها والمعاني بتاعتها. وكل اللي برجوه ان حضراتكم، انا طبعا طلبنا في اول فيديو واجب لطيف كده يتعمل واضح، ان محدش عمل، الناس كلها بعت شكرا، واللي بعت يسال على حاجه، لكن محدش عمل ال10 اسماء اللي انا طلبتهم او الخمس اسماء اللي انتوا تكتبوهم وت
وتبعتوهم على اللينك بتاعنا على قناة اليوتيوب او حتى على صفحة دكتور خالد غريب اللي هي على الفيسبوك او على خالد غريب شاهين اللي هي صفحتي يعني مش اي مشكلة على الماسنجر ان انتوا تبعتوها. بصوا حضراتكم اخر حاجة عندي كلمة هيروغليفية اسمها جس. جس معناها ايه؟ سلف. سلف يعني نفس اللي هي بنقولها احنا ايه؟ myself yourself and exes. جيس هنا بتدي معنى حاجه بيسموها الاجانب ريفلكسيف مينينج معنى الانعكاس على شخص بعيد. قال لك جيس دي لو جايه يجي بعديها ضمير. ضمير هو ايه؟ الضمير المتصل. ضمير المتصل ده يا عيني متبهدل معانا. يبقى الضمير المتصل لو حبيت اخده كده طولي هلاقيه بيجي فاعل في الجمله الفعليه، مبتدا بعد الاداء يجي بعد حروف الجر، يجي يدي معنى ريفلكسيف، يجي يعني كل تقريبا كل الاستخدامات الاساسيه جايه معانا. الضمير المتعلق غلبان مفعول به خبر مبتدا بعد ادوات المحشوره او الغير محشوره لكن له استخدام تاني. طيب نسيت اقول يمكن معلش هقوله دلوقتي وهو الضمير المتعلق لو انا عندي الخبر الصفه اللي اتكلمت عليه من شويه وقلت ان الخبر الصفه يسبق الموصوف. لو انا قلت عايز اجيب انا شرحته في الحلقه انا اسف شرحته قلت ان هو يجي مبتدا مؤخر مع الخبر الوصفي. لكن الحاجه الاخيره اللي عاوز اقولها بقى النهارده هي حروف الجر. حروف الجر انا عندي حرف الجر ار. ار ده بقى معناه تو بس لو قلت تو يجي بعديه بليس مكان يبقى ار زائد مكان. يعني اي جو تو فاكولتي يبقى اقول مثلا شم اي ار بر امشي انا شم يعني يمشي امشي انا الى البيت. اي جو او اي مارش تو ذا هاوس. طيب الار بتيجي بمعنى ايه تاني؟ الار بتيجي بمعنى مور ذان تدي معنى المقارنة. يعني أحب مصر. اكتبها لكم الجملة دي مهمة أوي. الجملة دي كده جملة حلوة أقول شايفين العلامة دي اللي عاملة زي الفيست على الأرض كده أهو. الحب هنا شيء معنوي فيحط لي المخفف بتاعه راجل حاطط إيده في بقه. مر إي أنا أحب، أحب إيه؟ الكلمة دي مهمة أوي، الكلمة دي اسمها كمت. مير إي كمت. كمت شايفين؟ علامة بالشورة بتاعتها والت الدايرة دي اللي ليها أربع تركان ده مخصص لكلمة المدينة أو البلد. مير إي كمت، مير يعني يحب، أحب أنا كلمة اللي هي مصر. ازاي؟ ار. بص بقى المصري بيعمل حاجة لطيفة. لو قلنا ان الثلاث شروط يدوا الجمع وممكن يكرر الكلمة ثلاث مرات. الكلمة هنا اسمها ايه؟ طا، طا يعني أرض. لو حطيت لها دبليو بقت جمع. معناها الأراضي. وبعديها بتيجي أحب مصر أكتر من طاو الإناء ده وتحتيه ثلاث شرط اسمه نيبو. معنى كلمة نيبو ايه؟ كل. أحب أنا مصر. إيه هنا معناها؟ أكثر من. I love Egypt more than all other lands. All lands. بحب مصر. هنا أصبحت مقارنة. أحب أنا مصر أكثر من. More than. Comparison ما بين حاجتين فظهرت التسمية. فده حرف الجر. إر.
عندي حرف جر كمان. حرف الجر اللي بعد كده ممكن نتكلم عليه، وده بقى مزعج شويه، بتعمل فيه رسائل. حرف ان، بصرة الان ده بعد الفعل درسناه مع بعض يديني ماضي، مش درسنا احنا كده قلنا لو جه بعد الفعل؟ طيب ممكن يجي بمعنى تو زائد بيرسون، يعني اقول سيجن اف يسمع هو، يمكن دي ان يستمع هو ان العلامة دي عايزك تتعلم، شايفين الشريطة دي ان نتر، نتر يعني المعبود، يبقى يستمع هو إلى المعبود، he listen to the God the deity. هنا الان حرف، حتى بعض الاجانب يقول لك دي ديتيف مفعول لاجل الى فلان، اي توك تو فلان. طيب بتيجي باستخدامات ثانيه، باستخدامات ثانيه كتير بس مش اولها دلوقتي. الحرف اللي بعدها دي هندرسها بعد شويه. الحرف اللي بعدها معناها with او from، حرف كده. وطبعا تيجي ما بين المبتدا والخبر. ايه رايكم قبل ما نختم الفيديو ده هعمل حاجه، هعمل لحضراتكم واجب صغير، حد ثلاث جمل هكتبهم بالهيروغليفي حضراتكم زي هوم ورك، جرب فيهم انت ممكن تشتغل ازاي وممكن ان انت تتعلم ازاي هنا عشان نكسر ملل. طيب لما اجي اقول مر اف حمد اف، مر اف حمد، حمد اللي هي بعد الاسم، لو عايز اجيب ملكيه حاجه تعبر عن الملكيه اقول ابويا امي زوجتي اخويا مش عارف ايه، احط الضمير المتصل، استخدام تاني للضمير المتصل. هنا حمد يعني زوجه، حمد اف يعني زوجته، هو يحب زوجته. حما هنا بعضنا يزعل ويزعل بعضنا يقول لك كلمه حرمه، تقول لي ازاي تقول لي يا حرمه؟ حمة البيت حرمته. والمصري هنا احيانا عشان تبقوا عارفين التاء الاخيره دي تاء مربوطه ما بتبقاش تاء مفتوحه، يعني اقول بدل حمد اقول حما، وفي اللغه حمة البيت حرمته، يعني ست البيت وهو المكان المحرم على الاجل. حضرتك النهارده او انا او اي واحد لما بيجي لي ضيف ولا يطلع على اهل بيتي بقفل، فيبقى الجزء الخاص باهل بيتي مقفول، حمة البيت حرمته. فهنا مر اف حمد اف، عايزكم بس تعربوها تعربوها. برضو هتشتغل على القاموس، هتحط دي في القاموس بتاعك. الكلمة الجملة الثانية إنك، مش هكتب النطق بقى هنا، إنك سي، عايز الجملة دي حضرتك تقولها لي، حضرتك بتطردني من بيتك فبقول لك جملة بالهيروغليفي لطيفة، بقول لك الجملة دي تقول لي انت مش انت اللي قلت الكلام ده، بقول لك لا انا اللي قلته
الكلمه دي مش هكتبها طرف فين، ودي اللي هو الضمير زي بعض. الام ده حرف الجر، الار لما يجي تحتها شرطه يبقى معناها فم او لسان، فم او بق يعني. ايه يبقى انا بتكلم بلساني. جس اي جس لي خدناها مع بعض اللي معناها سلف. يا ريت الثلاث جمل دول حلهم لي المحاضره اللي جايه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى هتكون محاضره ممكن ما تكونش على البورد، محاضره هنحط صور للمعبودات، هنقول بتح ازاي بيتكتب، هنبدا نتعلم ازاي الحوار بيدور ما بين الملك وما بين الاله في المعبد، او ما بين العابد والمعبود في النصوص. بالراحه كده هنبدا واحده واحده، واحنا ماشيين مع الجرامر عشان نكسر ملل ان احنا نبقى شغالين جرامر كانها حصه نحو. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير بمشيئه الرحمن. سلام عليكم.